السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة محبة. هذه الساعة التي نحاول من خلالها أن نطلع على أحوال هذه الأمة، عن أحوال المسلمين ومجتمعاتنا العربية، كيف نواجه التحديات والمخاطر، كيف نواجه الخطابات المتطرفة، كيف نواجه هذه الآلام والمعاناة، التدمير والخراب الذي بدأ يعصف بمجتمعاتنا. في ساعة محبة نحاول، رغم أن الحديث عن المحبة قد يبدو للوهلة الأولى بعيدا عن هذه القضايا، لكن في الحقيقة أن المحبة والرحمة ليست مجرد عاطفة، وإنما هي فكرة، وهي مجتمع متراحم ومتحاب، هي حضارة، حضارة الرحمة. من هذا الأساس ننطلق في حديثنا في هذه الحلقة للحديث عن بين نهج الإعمار ونهج الدمار، بين الإعمار، الخلافة، البناء، الحضارة المدنية، وبين نهج آخر بدأ يطل في مجتمعاتنا، التخريب، الدمار، الإفساد. حديثنا لهذا اليوم سيكون مع المهندس مروان الفاعوري، الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية. أهلا وسهلا. أهلا دكتور عامر. باش مهندس، يعني إحنا سعيدين نكون معك اليوم وتكون معنا إن شاء الله. وأنا سعيد كثيرا والله بلقائك. الله يسلمك. يعني قبل ما نتحدث على موضوع الحلقة، يعني المنتدى العالمي للوسطية مؤسسة من المؤسسات، ليس فقط يعني فاعلة على مستوى الأردن بل حتى في كثير من دول العالم. يعني الوسطية والحديث عن الوسطية في زمن أحيانا يبدو غير مناسب للوسطية، مع التطرف ومع التحديات العديدة، هل ما زلت يعني باش مهندس مصر على الوسطية؟ هل ترى أن الوسطية مشروع ناجح في خضم ما نعيشه اليوم من تحديات كبيرة أمام هذه الأمة؟ لا شك أن الطبيب تشتد حاجته عند المرض، ورجل الحكمة تحتاج الأمة إلى حكمته ورأيه، والأمة عندما يعلو صوت التطرف تحتاج إلى الوسطية. وعندما يزداد عدد المتطرفين والمغالين الذين يسعون إلى أن يختطفوا حاضرنا ومستقبلنا، لابد أن يعلو صوت المعتدلين وصوت الحكماء وصوت العقلاء في هذه الأمة، وهم من يمثل ضمير هذه الأمة. جميل. ولا شك أن السواد الأعظم من هذا المجتمع الأردني ومن الأمة ككل هو سواد راشد، سواد وأغلبية بالتأكيد وسطية، ترفض هذه الفئة الضالة الباغية التي حاولت أن تغطي وجه السماء بدخان أسود، وحاولت أن تشوه صورة هذا الإسلام الجميل الذي جاء رحمة للعالمين. ولذلك الوسطية هي الحل، والوسطية الآن هي المنهج الذي تحتاجه الأمة على صعيد الفرد وعلى صعيد الأسرة وعلى صعيد المجتمع وعلى مستوى الأمة والمجتمع الإنساني ككل. نعم. لأنه دعوة إلى المحبة، وهو عنوان هذا البرنامج، وهي دعوة إلى اللطف. وهذه الكلمة الجميلة اللطف هي جاءت في وسط القرآن الكريم، ونعلم أن سورة الكهف هي وسط القرآن الكريم، وواسطة العقد دائما أجمل ما فيه. وفي وسط القرآن الكريم بالكلمة جاءت وليتلطف. فهذه الكلمة هي من تجليات يعني الوسطية، كأنها قلب القرآن، قلب القرآن. جميل. اللطف والحب والرفق. ولذلك لا يمكن أن تحل مشاكلنا من خلال الصراع ولا من خلال منهج الدمار. طيب. وإنما من خلال مروان الفاعوري، هناك يعني فعلا تساؤل، لماذا الوسطيون لا يعملوا سويا كما يعمل المتطرفون؟ لماذا نشعر أحيانا في واقعنا المعاصر أن دعوات الوسطية والخطاب الإسلامي المعتدل وكأنها مشتتة، بينما تجد في المقابل من يدعو للتطرف وخطاب الكراهية والبغضاء كأنهم متكتلين ويد واحدة؟ هل توافقني أن هناك يعني شعور بنوع من عدم تكتل الوسطية، أو عدم وجود جبهة إذا صح التعبير، يعني فاعلة ومؤسسة يعني تجمع كل هذه الجهود؟
بداية الوسطية ليست يعني حزب وليست مجموعة وليست مذهب، وإنما هي حالة من الرشد عابرة للأحزاب وعابرة للجماعات وعابرة للمذاهب وعابرة للسياسات والحكومات والدول. يمكن أن تكون وسطيا وأنت مسؤول وأنت نائب وأنت داعية وأنت أستاذ، عندما تمتاز بالحكمة وتمتاز بالتوازن وتحرص دائما على تغليب المصالح العليا. الإعلامي عندما ينقل الحقيقة كما هي دون تهويل ودون تهوين بالتأكيد يكون وسطيا، والسياسي عندما يتصرف بأمور العباد بمنتهى الأمانة والمسؤولية ويوزع مقدرات الأمة بين الناس بمنتهى العدل يكون وسطيا. الوسطية لا شك أنها كما قلت ميزان موجود لدى كل الأفراد، سواء كانوا يعني في أحزاب أو جماعات أو في مؤسسات أو في مرجعيات، لكن في المقابل لا شك أن هذا التيار لا يجد ترحيب من قبل ثلاث جهات. ما هي الجهات؟ الجهة الأولى المتطرفين، لأنهم يعتبروا أن هذا التيار يفوت عليهم فرصة الاستفراد بالخطاب المتطرف والصوت العالي الذي يريدوا أن يقدموا فيه أنفسهم للناس باعتبار أنهم الممثل الوحيد الممثل للدين الشرعي والوحيد للدين وللأمة، ويرفعوا أحيانا شعارات في ظاهرها الرحمة والعزة والكرامة وإعادة مجد الإسلام وبناء دولة الخلافة، ولا شك أنهم في حقيقتهم يفتقدون إلى البرنامج، يفتقدون إلى الرؤية الاستراتيجية، يفتقدون إلى الرؤية الموضوعية التي تؤهلهم لقيادة مشروع حضاري يحتاج إلى رفق ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مراحل، ولا يحتاج إلى ردات فعل تعبر عن حالة من الإحباط والفشل وردات الفعل النفسية. الطرف الآخر الذي لا يروقه تيار الوسطية وهو تيار الاستبداد في الأمة. الوسطيون يؤمنون بالتدرج، يؤمنون بالسلمية، يؤمنون بالرفق في التعامل بين الحاكم والمحكوم. كثير من الأنظمة المستبدة تريد أن تحكم بقوانين الطوارئ وقوانين الإرهاب، فلا يروق لها وجود هذه الفكرة وجود هذا التيار الذي يريد أن يدخل نسائم المحبة والعلاقة الطيبة بين الحاكم وبين أبناء الشعب. لا يريد لهذا الصوت العقلاني أن يكون موجودا، لأنه يريد أن يستفرد بالقرار. ويعني من فضل الله علينا في الأردن أننا تجاوزنا مراحل كثيرة جدا نتيجة حكمة ووسطية النظام السياسي ووسطية المزاج العام للشعب الأردني. ومن هو الطرف الثالث؟ والطرف الثالث وهو الأخطر، وهو تيار الهيمنة الدولية الذي يريد أن يأتي بجنوده وجيوشه وقواته إلى المنطقة، فيعتبر أن أشد أعدائه هم المعتدلون والوسطيون، لأنهم يفوتوا عليه المبرر في الدخول إلى هذه المنطقة يعني بالأساطيل والقوات للهيمنة على قدرات هذه الأمة ونفطها وقرارها السياسي ومصادرة إمكانات. يعني باشمهندس، كأن هناك يعني من خلال كلامك كأن هناك نوع من التحالف بين الطغاة والغلاة والغزاة، يعني كأن هذه الثلاث عناصر أحيانا مصالحها تكون مشتركة ضد الشعوب وضد دون تفاهم مسبق. جميل. طيب لو عدنا يعني باشمهندس لنتحدث عن فكرة الإعمار وفكرة البناء وفي المقابل فكرة الفساد والإفساد والتدمير. يعني في إحصائية أو رقم مرعب الحقيقة يقول أن العام الماضي 2015 ما أنفقه العالم على التسلح والأشكال المختلفة من القنابل والطائرات والدبابات وغير ذلك 1 تريليون، يعني 1500 مليار دولار أنفقه العالم على هذا الجنون الذي يحدث الآن، أغلبه بالمناسبة في عالمنا العربي والعالم الإسلامي. صحيح. سواء كنا نتكلم العراق أم سوريا أم الصومال أم ليبيا أم غير ذلك، قائمة طويلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الحديث عن الإعمار ونحن الآن نعيش شعور قوي جدا
بأننا مجتمعاتنا تتعرض للخطر، تتعرض للتدمير، تتعرض للتفكيك. الأكراد يريدوا دولة، وهناك مشروع طائفي، السنة دولة مستقلة، والشيعة دولة مستقلة ودولة علوية. يعني كيف نتحدث عن الإعمار ونحن في هذا الظرف؟ أخي دكتور عامر، لا شك أن المنهج الإسلامي هو منهج الإعمار، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هذا المنهج علمنا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. طيب أنا لمين بدأ أغرسها؟ رغم أنه لم يعد هناك بشر، ربما لم يعد هناك بشر، وستنتقل الحياة إلى حساب، إما جنة وإما إلى نار. لكن هذه الإيجابية هي يعني لب منهج الوسطية الذي يتربى عليه المسلم منذ لحظة ولادته وإلى أن يغادر هذه الأرض. خيارنا أن يكون لدينا إيمان عميق بأن هذه الحياة يجب أن تستمر، ولذلك رسالتنا أن الحياة في سبيل الله أسمى أمانينا، والمسلم يجب أن يحرص على أن يعيش هذه الحياة وفق منهج الله وفي طاعة الله وفي محافظة على هذا الكون، سواء كان حجرا أو شجرا أو إنسانا، يحافظ على الماء، يحافظ على الهواء، يحافظ على البيئة. هذه أمانة، ولذلك يشعر الإنسان المؤمن أيا كان، سواء كان مسلما أو غير ذلك، يشعر أنه في معية هذه المخلوقات جميعا، يسير في موكب واحد، يعبدون الله عز وجل، وكأنها أخوة بين الكائنات جميعا، أخوة كونية كاملة. وما بالك في يعني رفاقك في الدين أو رفاقك في الوطن أو رفاقك في الإنسانية، هؤلاء يجب أن تحافظ أيضا على علاقة رائع من المودة يعني والمحبة هذا والتعاون. أساس إسلامي فعلا متين وقوي. لا أعتقد أن الصدام الحضاري هو من قيم الإنسانية ولا من القيم السماوية ولا الدينية. وأن دعاة التدمير ودعاة الخراب ودعاة مصادرة يعني حق الناس في الحياة، هؤلاء بعيدون كل البعد أن يكونوا يفهموا أو يستندوا إلى أي مرجعية إيمانية نزلت نقية من السماء. طيب مهندس مروان، يعني في سبيل الله، أنت ذكرت قبل قليل أن غاية المسلم أو المؤمن الحقيقي هو أن يعمل في سبيل الله، الله عز وجل وإرضاء الله هو الغاية العظمى. هذا المفهوم البعض ربما يحتاج إلى توضيح أكثر. هل يدخل في إرضاء الله وفي سبيل الله أيضا سبيل الإنسان؟ هل كل عمل نقوم فيه في سبيل المجتمع العادل والمجتمع المدني والمجتمع الذي فيه المساواة والقوانين المنسجمة مع تقدم هذه الأمة، هل هو جزء من سبيل الله؟ أم أن فكرة أو مصطلح في سبيل الله هو مصطلح ديني بحت لا يدخل في سياق هذا المجتمع المدني والمجتمع المتحضر؟ يا سيدي، عندما نزل القرآن الكريم لم يكن خطابا خاصا بالمسلمين، وإنما كان خطابا خاصا بالبشرية، بل بالكون كله. إذا يعني إذا استعرضنا الآيات القرآنية كلها، الحمد لله رب العالمين، ليس رب المسلمين، لم يقل رب المسلمين، وختمت بسورة يا أيها الناس قل أعوذ برب الناس. لا شك أن السياق القرآني كان حافلا بخطاب يا أيها الناس وفي موارد متعددة. هذا الخطاب الذي جسده الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع كان واضح أن هذا المسلم ينطلق برسالة متميزة أفقها الكون كله. وبالتالي عندما تتحدث عن الجوار الإنساني والجوار الحضاري، بالتأكيد يجب أن يكون مبني هذا الفهم على احترام وعلى تعاون وعلى حب وعلى بناء وعلى إعمار لهذا الكون، لا على خصومة ولا على تصفية. ولذلك يعني تجد أن المسلمين عبر تاريخهم كله لم يكن تاريخهم دمويا، انطلاقا بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى مكة ووجد من قتل عمه وصف خيرة أصدقائه وأصحابه،
ما تظنون أني فاعل بكم؟ جميل. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. وعندما كان بعض المسلمين يقول اليوم يوم الملحمة، قال اليوم يوم المرحمة، وهذا أهم يوم في تاريخ الإسلام. رائع جدا. صلاح الدين الأيوبي، المسلمين عندما يعني هجروا من الأندلس، الحاكم العثماني جاء إليه بعض المفتين وقالوا له لابد أن ننتقم من النصارى الذين هجروا المسلمين في الأندلس وصفوهم، فخرج إليه مفتي الخلافة في ذلك الوقت وقال لهم قال له لا يجوز، هؤلاء أهل ذمتنا ولا يجوز أن يمسوا يعني لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ابن تيمية عليه رضي الله عنه أيضا في قصة المشهورة في دمشق عندما يعني أسر يعني القائد التتري. يعني هي قيم بشمهندس، يعني ليس فقط القضية هي موقف عقائدي، بينما الإسلام قيم إنسانية عادلة تشمل الناس جميعا. صحيح. أعزائي المشاهدين، الخطاب الإسلامي الوسطي المعتدل الذي ينظر إلى الناس جميعا على أنهم هم جميعا مستهدفين بهذا الخطاب، الأخوة الإنسانية، مصلحة العباد، ليقوم الناس بالقسط، هذه الوسطية وهذه الشهادة التي جاء الإسلام بها هي أساس الإعمار. الخطاب الإسلامي في الجوهر جاء إعمارا للنفوس، وجاء بناء للمجتمعات وبناء للنظم العادلة. لنستمر وفي حوارنا مع المهندس مروان الفاعوري حول بين نهج الإعمار ونهج الدمار، وهو في الحقيقة عنوان مؤتمر سوف يكون هنا في الأردن بين 9 و10 يعني غدا وبعد الغد إن شاء الله، حتى نواصل هذا الحوار، فابقوا معنا. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين لمواصلة الحديث حول موضوع بين نهج الإعمار ونهج الدمار، هذا الإعمار الذي هو غاية خلق الإنسان على الأرض. الله عز وجل كما جاء في الآية الكريمة التي ذكرها ضيفنا المهندس مروان الفاعوري قبل قليل، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هذه الأرض نحن جميعا منها، وهذه الأرض إذا كنا نحن منها فلا يجوز أن ندمرها، لأننا نحن جئنا من هذه الأرض من حيث الجسد ومن حيث التكوين. إذا نعود إليك باشمهندس، يعني نتحدث عن الإعمار، يعني هل نهج الإعمار هو نهج إسلامي قرآني؟ كيف نظر القرآن لموضوع الإعمار، وبالمقابل كيف انتقد وكيف رفض فكرة الإفساد في الأرض، حتى إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فيعني نظرة القرآن الكريم، وهذا محور أكيد من المحاور التي ستكون في المؤتمر. صحيح. إن شاء الله. لا شك أن عنوان هذا المؤتمر الذي سيعقد غدا وبعد غدا بإذن الله في عمان في فندق الميريديان، عنوانه بين منهج الإعمار ومنهج الدمار، ولم يسبق أي شيء، يعني لم نتحدث لا عن الفرد بين منهج الإعمار ولا عن المجتمع ولا عن الأمة ولا عن البشرية، قصد أن يكون مبهما ليفهم في كل الاتجاهات. الإعمار مطلوب للفرد بأن يكون في حالة من التوازن بين يعني روحه وبين جسده وبين حقوقه وبين واجباته، لابد أن يعمر حياته دائما بالإيمان والمحبة لغيره، بالطاقة الإيجابية التي تؤهل أن ينطلق كل يوم في تحقيق الرسالة الكونية من خلقة هذا الإنسان. ولذلك كانت العنوان الأساسي الذي انطلقنا منه الآية الكريمة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هي الاستخلاف. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. معلش نتوقف عند هذه الآية باشمهندس، يعني مثلا هل الملائكة قلقة على مستقبل الإنسان أكثر من الإنسان؟ بالتأكيد. يعني وكأن الملائكة مهتمة ب الملائكة عندما يعني رأت أن هذا الإنسان سيكون بين سبيلين وبين هديين، بين خيار الإعمار وخيار البناء، بين خيار الخطأ وخيار الصواب،
خشيت أن تمس هذه الرسالة وأن يمس هذا الكون من خلال هذه الميزة التي خلق فيها هذا الإنسان بهذه الكيفية وبهذه السبيل الإرادي، الإرادة الحرة في الاختيار. فتفهم الملائكة أن الهدف من هذا الكون هو الإعمار. جميل. وبالتالي تخشى أن تضطرب هذه المعادلة نتيجة اضطراب الإنسان وتردده في اتجاهات الإفساد واتجاه سفك الدماء، وهذا أكثر ما يرعب. ولذلك عندما ذكرت سفك الدماء يعني تتألم وأنت ترى واقعنا المعاصر الآن، يعني حالات القتل اليومي، حل المشاكل بالصراع، حل المشاكل بالقوة، بالعنف، سواء كان على صعيد المجتمع، على صعيد الجامعات، على صعيد الشباب، بين الأسر، بكل المستويات. نحن بحاجة إلى إعمال منهج الإعمار والبناء ليكون هو الحل في النهاية لمزيد من التنمية، مزيد من الراحة، مزيد من الرفاهية للإنسان، حتى يستطيع أن يؤدي الهدف الأكبر وهو عبادة الله في الأرض. العبادة ليست صلاة وليست صيام وليست مظاهر فقط، وإنما هي رسالة كونية تسعد وتسعد بها الآخرين، وهذا هو مفهوم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جميل. لذلك نحن حرصنا على أن يكون هذا العنوان مقارنة بين دعاة منهج الإعمار ودعاة منهج الدمار. دعاة منهج الدمار قد يكون دول وقد يكون أحزاب وتيارات وأفراد جماعات، يعني هؤلاء يعني منحازون للشيطان، منحازون لمنهج الخراب، منحازون لأعداء البشرية، وبالمقابل يجب أن يكون صوت العقل وصوت الحكمة متمثل في الدعاء والأخيار والحكماء ورجال الدين أيا كان طيفهم. طيب أنا سأسألك سؤال يعني أذرني ربما يكون شوي يعني مختلف. تفضل. يعني أحيانا أشعر في خطابنا الإسلامي أننا نركز كثيرا على الحديث عن الاتجاه الآخر، الفريق الآخر، فريق الشر، فريق الدمار، ويأخذ من جهدنا ويأخذ من طاقتنا ويأخذ من أفكارنا الشيء الكثير، بحيث أنه لم يتبقى لدينا وقت لنتحدث عن منهج الاعتدال ومنهج الوسطية وعن البناء وعن الإعمار. فللأسف هل تتفق معي أن هناك من يذهب للحديث عن المشكلة فيغرق في المشكلة أو ولا يتحدث عن الحل، ربما يستعدي الناس أكثر بدل أن يتعامل معهم على أنهم بشر يعيشون أزمة أو إنسان يمر في ضائقة أخلاقية ربما؟ نعم. أو مشكلة عقلية لم يستطع أن يتجاوب معها. يعني الحديث أن الناس جهتين، يعني طرفين. أنت بتذكر بن لادن بعد 11 سبتمبر لما قال العالم فسطتين أو فسطتين، انقسم العالم إلى فسطتين. قضية أنا سرت قضية الثنائية هذه أشعر بأنها فيها نوع من الخطورة في الفكر الإسلامي، إنه دائما إحنا على رأي ما اللي بقول لك يبيض يسود يعني. صحيح. فهل نحن نملك يعني هل القضية حادة بهذا الشكل بحيث أن نقول أننا بين حدين بين طرفين، ما فيش هناك منطقة رمادية، فيش هناك تدرج في الألوان؟ أنا أعتقد أن أبرز سمات الإنسان الحكيم الذي يسعى للتفاهم أولا مع نفسه لابد أن يعالج الزوايا الحادة. أيوة. في حياته. جميل. ثم الزوايا الحادة مع مجتمعه. وأنا أتفق معك كثيرا أن جزءا كبيرا من حديثنا دائما في البكائية والشكائية إن صحت. أيوة. دائما ننتقد الآخر وننتقد الواقع دون أن نقدم برنامجنا الحقيقي في إصلاح المشكلة، سواء كانت هذه المشكلة في الجوانب الأخلاقية أو الجوانب الاجتماعية أو غيرها من الجوانب اللي بيعاني منها المجتمع. الحقيقة نهدف إحنا أن يكون هناك منهجية جديدة تعزز روح الإيجابية، تؤكد دور رجال الدين، تؤكد على دور المؤسسات الإعلامية على اختلاف ألوانها في أن تبعث الأمل،
نحن بحاجة في هذا الوقت إلى بعث الأمل، وهذه هي الرسالة الحقيقة من هذا المؤتمر. في وسط هذا الركام ووسط هذا الدخان ووسط هذا الدمار الذي تعيش المنطقة العربية تحديدا، يتعالى أحيانا نفس يعني محبط، صحيح. نفس يعني تدميري، يقول أننا لابد أن نعود فعلا إلى مواجهة مع الغرب، يعني مواجهة مع الشرق. عذرني يعني إن قطعتك باشمهندس، قلت دور العلماء. يعني هناك الآن تحدي كبير جدا، إن لم يكن العلماء هم الذين يصلحوا النفوس ويصلح العقول ويصلح المفاهيم، أين العلماء الآن؟ هناك من يشعر أن جزء من العلماء ربما هم جزء من المشكلة، فكيف يمكن أن نساعد العلماء بالقيام بدورهم الحقيقي في أن يكون رجل بناء، رجل إصلاح، رجل تعليم، رجل فكرة، رجل مدني، رجل يقود مجتمعه، وليس فقط رجل مجموعة صغيرة تريد أن تصل إلى أهداف هنا أو هناك، أو طائفة أو مجموعة طائفية معينة، مفتي لطائفة، مفتي لحزب، مفتي لجماعة. يعني باش مهندس دور العلماء، يعني هو أيضا محور، كما قرأت أنا أيضا في هذا المؤتمر، هو محور أساسي من محاور المؤتمر. يعني كيف سيتم علاج هذا الموضوع؟ الحقيقة سؤالك يعني قفز لذهني الآن، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أول ما تسعر به النار يوم القيامة، عالم لم يعمل بعمله فيدور حول يعني نفسه وتندلق أقتابه، إلى آخر الحديث الوارد في الأربعين النووية. يعني أعتقد أن هذا يؤكد مسؤولية العلماء تحديدا. وعندما يعني قيل يا ملح الأرض لا تفسدوا، فإن شيئا إذا صلح لا يصلح، إذا فسد لا يصلحه إلا الملح. العلماء هم ملح الأرض، وكيف إذا الملح فسد؟ يعني من يصلح البلد إذا الملح فسد؟ إذا الملح فسد. يعني أنا بعتقد أن المسؤولية الكبرى الآن ليست على الدول ولا على الحكام كما يتبادر لذهن كثير من الناس، المسؤولية الكبرى على العلماء. وللأسف أن العلماء دخلوا في يعني تضارب مصالح، دخلوا في انغماس. هل الدخول بالسياسة مشكلة بالنسبة للعلماء؟ أنا أعتقد أن هذا ليس مشكلة بحد ذاته، بل مطلوب من العلماء أن يكونوا إلى جوار السلاطين. لكن أي نوع من العلماء؟ لا نريد للعلماء الذين يلهثون وراء المواقع والكراسي والمناصب والمصالح والمنافع المادية، بقدر ما أن يكونوا حملة رسالة يساعد الحاكم على اتخاذ القرار الصحيح، ولا يزين له الباطل، بل يعني يزين له الحق، ويحذروا من الوقوع في الباطل بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك سيدنا يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. العالم الحقيقي الرباني يجب أن يكون قريب من صاحب القرار ويقدم له الرؤية الصحيحة، والعلماء يجب أن يكونوا ما فوق منارات. الحزبية وما فوق الانتماءات المذهبية حتى الدينية. يعني مهندس، الآية الكريمة في سورة يوسف التي ذكرتها، عندما قال اجعلني على خزائن الأرض، هو يتحدث مع زعيم سياسي لمصر الفرعونية، وهو غير مسلم وغير مؤمن، صحيح. يعني هو مؤمن بديانة يريد أن أخرى. يقدم مشروع اقتصادي لإصلاح الوضع. يعني باش مهندس، أن الإنسان المصلح مستعد أن يصلح أي مجتمع يعيش فيه، حتى إذا كانت الأفكار الدينية حتى تختلف. نحن مطلوب منا أن نصلح، كما تفضلت أخي عامر، أي مكان نكون فيه، سواء كنت في الصين أو في روسيا أو في أمريكا أو في الجاليات الإسلامية اللي في الخارج، مثل يجب العلماء أن المسلمين تكون قاعدة المواطنة هي الأساس، وأن تحافظ على هذا البلد الذي منحك الأمان ومنحك الطمأنينة. ولا ينبغي لك أن تفسر بالتفسيرات السلبية أن بلاد العرب وبلاد المسلمين هي بلاد السلم، دار إسلام ودار كفر ودار حرب. هذا كلام بالتأكيد كلام خاطئ وليس صحيحا بأي معيار. هذه مقولات كانت تصلح في ظروف حربية واجه فيها المسلمين هجمات صليبية وهجمة مغولية، وكانت مقسمة في ذلك الوقت المنطقة بصورة معينة. لكن الآن العالم كله أصبح حوضا حضاريا واحدا، وأصبحت الحدث اللي بتشوفه بيحدث في أمريكا بعد دقيقتين بتكون بتعرف عنه ولا دقيقة. والعالم الآن أصبح ثورة متشابك، معلومات. متشابك في المصالح، متشابك في التعاطف. ما تسمع من دعوات للتطرف هنا تسمع مقابلها في نفس المكان
دعوات للاعتدال وللحكمة. لا شك أن دور العلماء يعني مهم جدا، ولذلك نحن نركز في هذا المؤتمر أن لا نخرج بتوصيات، وهذا قد يكون جديد مخالف للمؤتمرات، يعني لأنه فعلا مما تقادم عهده في كثير من المؤتمرات أنه بتطلع توصيات ثم تحفظ هذه التوصيات ولا يتم العمل فيها ولا ينظر إليها أحد. ولا ينظر لها. نحن نريد أن نخرج بنداء الوسطية الإسلامية من هذا المؤتمر من خلال العلماء الذين يزيد عددهم عن 100 شخصية من حوالي 25 أو 30 دولة عربية وإسلامية وغيرها. نريد أن نوجه نداء نستحضر فيه القيم الإنسانية التي تجمع بني البشر جميعا، ومستندين إلى مفاهيم القرآن والسنة النبوية والممارسات الواردة في سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم، لنعيد التأكيد على ضرورة أن ينهض العلماء بدورهم في أن يخرجوا هذه المنطقة من أتون الصراع والدمار، وأن نستشرف المرحلة القادمة التي ستعقب حالة الفوضى والاحتراب التي نشهدها الآن، لنؤسس إلى بناء حضاري قائم على التعاون وعلى الاحترام وعلى الحرية وعلى القيم الإنسانية يعني النبيلة يعني وعلى يعني المقاصد الشريعة الخمسة. نعم. التي يتفق عليها البشر جميعا، ليست هي مقاصد إسلامية فقط. يعني باشمهندس المهندس مروان الفارس، سنواصل الحديث معك، وربما السؤال التالي أعزائي المشاهدين سيكون حول الطائفية والعنف الطائفي. كيف يمكن أن تكون هذه الطائفية أحد أهم أسباب دمار المجتمعات؟ الإجابة ربما قد تبدو سهلة عند من ينظر فقط إلى ما يحدث الآن في سوريا أو العراق. الطائفية، وكيف نعالج موضوع الطائفية ليكون طريقا ممهدا للإعمار بعيدا عن الدمار وعن الخراب. إذن ابقوا معنا أعزائي المشاهدين، سنعود إليكم بعد قليل. معكم أعزائي المشاهدين من جديد لمواصلة الحديث حول بين نهج الإعمار ونهج الدمار. وضيفنا لهذه الحلقة المهندس مروان الفعوري، الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية. يعني قبل الفاصل باشمهندس كنا نتحدث عن الطائفية، وكيف أن الطائفية اليوم ربما هي أبرز الأسباب لتدمير المجتمعات، والخطاب الإسلامي الطائفي أصبح أهم من الخطاب الإسلامي العالمي. يعني أصبح الحديث اليوم حتى في الدعاء يوم الجمعة، اللهم ارحم إخواننا السنة، اللهم كذا يتامى السنة، غلاب السنة، عليك بالحوثيين ومن والهم كذا. بالتالي يعني كيف يمكن أن نرتقي أو أن نعيد النظر بهذه الأزمة العميقة التي شرخت قلب الأمة؟ الأمة الواحدة وأمة التوحيد أصبحت أكثر أمة للأسف في الواقع الانقسامات بين اليهود الأرثوذكس واليهود الحسيديم والحريديم واليهود المحافظين، ليس كالانقسامات بيننا، الانقسامات في حتى في بين أبناء الديانة المسيحية ليس كالانقسامات بيننا، أسوأ الانقسامات والطائفية في العالم. أنا لا أقول هذا الكلام، أقول بألم، لا أقول بشيء من دعنا نقول يعني أني لست ألقي بالا لهذه المعاناة. يعني مهندس مروان الفعوري، كيف تتحدثون عن الشأن الطائفي بطريقة بنائية، بطريقة تلأم الجرح ولا تنكأ الجرح؟ لا شك، بس أنا يعني قد أختلف معك في أنه يعني قساوة المشهد الآن أنه بنعيشه يوميا، لكن الصراع الذي شهدته أوروبا المسيحية في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، والصراع اللي قادته الكنيسة الكاثوليكية، بس هذا قبل 300-400 سنة، يعني كم 100 مليون طبعا فيها يعني طبعا. لا شك أنه يعني بس لازم نمر فيه بالتأكيد، يجب أن نتلافاه، لكن في النظرية النسبية لا شك أنه يعني فرق كبير يعني، لكن البشرية تدخل دائما في كلف كبيرة نتيجة هذه الدورات الصراعية. بالتأكيد أن هذه الأمة كان جمالها في تعدديتها،
وانصهرت في بوتقة المشروع الحضاري الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. انصهر الفرس وانصهر الترك وانصهر العرب وانصهر العجم وانصهر الأبيض والأسود، كلهم كانوا يشعرون أنهم حملت هذه الرسالة. ولذلك تجد سيبويه وتجد الخوارزمي وتجد الرازي وتجد الغزالي وتجد النيسابوري، كل هذه الترمذي، لم يكن واحد في يوم من الأيام يذكر يعني عصبيته أو طائفيته أو قبليته، وإنما كان الكل يشعر أنه في مشروع واحد كبير يريد أن يكبر به لتستمتع البشرية في عطاءاته وثماره. ولذلك كل هذه الثمار الآن أصبحت في خدمة البشرية والإنسانية. للأسف أن حالات الارتداد إلى الطائفية والمذهبية تعبر عن حالة من الانهيار والضعف. ولذلك الآن تجد هناك توظيف سياسي لموضوع المذهبية والصراع المذهبي والطائفي. التعددية كانت في السنة وفي الشيعة منذ التاريخ، لكن لم يكن هذا يعني التوحش في توظيف هذه المذهبية وهذه الطائفية من كل الأطراف، بهذا الشكل من كل الأطراف، من الكل، من القاعدة وطالبان وما يسمى ب داعش الآن، شباب مقابلها الحشد الشعبي في الصومال و الحشد الشعبي وحزب الله والنصرة كتائب بدر ومش عارف إيه، يعني هؤلاء لا شك أنهم يمثلوا الشيطان الذي يريد أن يركب ركاب طائفية لتحقيق أهداف لدول تطمع في فرض هيمنتها على المنطقة، تحديدا واضح من خلال تجيير الصراع المذهبي. إيران لديها مشروعها الخاص، لكنها وجدت أن توظيف الصراع المذهبي هو أداة وسبيل لمحاولة الاستقواء بملايين الشيعة. من الطرف السني يعني باش مهندس، ألا يوجد أيضا توظيف الطرف السني؟ يعني أعتقد أنا أحب دائما بأمانة حتى أكون متوازن معك، ألا يوجد توظيف الطرف السني التسنن بطريقة مارس معينة؟ مارس ردا فعلا رد فعل يعني ساذج من طرف بعض التنظيمات، لكن المجامع الفقهية الكبرى بقيت تدعو إلى موضوع التقارب وموضوع الإخاء واحترام المرجعيات الإسلامية. وإحنا عندنا في المؤتمر داعين أصلا سنة وداعين شيعة وداعين شخصية من كبار الشخصيات التي كانت تحمل رايات القتال والعنف في الجزائر، داعين قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا مدني مزراق، وبدنا نترك له مجال ليتحدث والشباب يحاوروا حتى يتعرفوا على يعني خلفيات ومرجعيات هذا الخطاب. يعني انا سعيد جدا اني اسمع لي ايضا دعين من لبنان، شخصيه شيعيه معتدله محترمه، علي محمد حسين فضل الله، ابن العلامه محمد حسين فضل الله. هؤلاء العلماء كما قلنا قبل قليل هم من يعول عليهم العمل على برنامج إخراج لهذه المنطقة من أتون هذا الصراع الذي ستكون محصلته دون الصفر، ليست صفر ومسيئة للجميع ومدمرة للجميع، مدمرة لقدرات هذه الأمة ومقطعة للأرحام والعلاقات بين مكونات هذه يعني الأمة. إذا سمحت لي باش مهندس، أنا كنت قبل فترة في إسطنبول، وكم شعرت بالسعادة عندما ذهبت إلى آيا صوفيا. وآيا صوفيا هي الآن عبارة عن متحف فعلا جميل جدا، هي في الأصل كنيسة ثم أصبحت مسجد ثم أصبحت بعد ذلك متحف. لفت انتباهي شيء في غاية الجمال، أن العثمانيين عندما دخلوا إلى القسطنطينية والتي أصبحت بعد ذلك إسطنبول، بقيت صورة مريم العذراء كما هي صورة وابنها المسيح، ووضعوا على يمينها يعني خط بالخط الجميل العرب. لفظ الجلالة الله، وعلى يسارها محمد تسمي يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم. العثمانيون لولا أنهم كانوا بهذا المستوى من التنوع، أنا لا أتحدث عن قضايا سياسية الآن في تركيا وإشكالات، يعني ربما كل بلد لديه إشكال، لكن حقيقة لو أن داعش دخلت إلى كنيسة ماذا ستفعل فيها؟ يعني سر من أسرار نجاح العثمانيين
400 سنة من النجاحات، وربما أكيد بعد ذلك أصبح داعش لم تبقي ولم تذر المساجد ولا الكنائس ولا شيء. نعم. ولا المسلمين قتلتهم قبل أن تقتل وتسبي نصارى الموصل. لا شك أن هذه الحركات العمياء التي تستمر تفجير وتفخيخ المصاحف في الأنبار الآن. يعني يحدثني أحد علماء الأنبار قبل أسبوع قال دخلنا إلى أحد المساجد المدمرة فركض يعني أحد الشباب ليزيل حذاء عن المصحف. طبعا هذا المسجد كان فيه داعش. فقال يعني منعناه، فعندما دخلوا يعني خبراء التفجير فككوا ووجدوا أن هناك عبوة كانت موجودة في هذا الحذاء حتى تقتل من يريد أن يرفع الحذاء عن المصحف. فهذه الحركات هي حركات توظف توظيف سياسي وتركب يعني ركوب المذهبية والطائفية لمحاولة تفجير هذه المنطقة وتحقيق أهداف ومشاريع مشبوهة بالنهاية لا تخدم أهداف الإسلام ولا تخدم أهداف المنطقة العربية. المقصود هو تفتيت المفتت وتجزيء المجزأ ومزيد من الهيمنة لأعداء هذه الأمة الطامعين بقدراتها لتصدير قرارها والسياسي والاقتصادي خارج حدود أوطانها. يعني اسمح لي مهندس مروان، سأعكس، هو سؤال سأتي به بطريقة معكوسة. عادة ما نتحدث عن خطاب الكراهية وأن هناك خطاب الكراهية منتشر، سواء خطاب الكراهية على مستوى ديني أو طائفي أو إلى غير ذلك. ماذا عن خطاب المحبة؟ كيف يمكن أن نشيع خطاب الرحمة وخطاب المحبة؟ كيف يمكن أن نتحدث عن الوحدة؟ كيف نتحدث عن الأخوة الإسلامية أو الإنسانية في إطارها الواسع؟ فلن نتحدث عن خطاب الكراهية وهو ربما محور من محاور المؤتمر، لكن دعنا نتحدث بالجهة الأخرى نحو اليمين وليس نحو اليسار، عن خطاب المحبة والرحمة، كيف يمكن أن يكون عنصرا في البناء والإعمار؟ بالتأكيد أن الثقة بأنفسنا كتيارات وحركات ومرجعيات ومؤسسات، سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، سواء كانت تنتمي إلى المدرسة الشيعية أو المدرسة السنية، سواء كانت سلفية أو صوفية أو إباضية، حتى أو إباضية، مذاهب عديدة. هذه الحركات وهذه التيارات لديها من المخزون الكبير الذي يعني لا يمكن أن يقارن بمخزون الطاقات السلبية وخطاب العنف وخطاب الحدة الذي خص في ظروف الحرب وظروف القتال. نحن الأصل أننا نسكن في جوار كوني واحد، ولابد أن يكون هناك علاقة من التعاون بناها الرسول صلى الله عليه وسلم في وثيقة المدينة عندما يعني اعتبر أن قاعدة العلاقة بينه وبين اليهود وبين الوثنيين الذين يسكنون في هذا هي قاعدة المواطنة والمساواة والحقوق والواجبات. وبالتالي خطاب المحبة هو عنوان أساسي عملي وليس نظري، يجب أن يكون ليس يوما أو أسبوعا نكرسه في الحديث عن الوئام الديني، بقدر ما هي ممارسة يومية في علاقتي مع أخي المسلم ومع جاري المسيحي ومع صديقي الذي يسكن في جواري ومع جاري في الفضاء الإلكتروني الذي أتواصل معه. لا يكون هناك حالة من الانفصام بين خطاب تكفيري، خطاب إقصائي، خطاب طائفي مذهبي لا ديني يمكن أن يكون في داخلي وبين ممارسة يومية أمارسها بنوع من الانفصال الشعوري. نحن لابد أن نتوازن في علاقاتنا فيما بيننا وأن يكون هناك نوع من الإقصاء لكل دعاة التطرف أيا كانت اتجاهاتهم. جميل. وأن يكون هناك منهجية حقيقية نعتمدها وأن نحترم الآخر كما هو. لا أريد للمسيحي أن يصبح مسلم ولا أريد للمسلم أن يصبح مسيحي. لكم دينكم ولي دين. الفضاء الإنساني من خلال الحوار يسعنا جميعا، يسعنا جميعا. كل يعني كل إنسان يعني له ما تولى، اللي بده يصير مسلم بصير، اللي بده يصير مسيحي بصير. هذا الموضوع ليس حكرا على إجبار
ويعني إكراه الناس، لأن هذا هو طيب لب وجوهر يعني الخطاب الإيماني دائما. كلمة أذكر شيخي رحمه الله الشيخ محمد الغزالي رحمه، وأنا أعتز دائما يعني أن أكون تلميذ لهذا الشيخ الجليل الأزهري رحمه الله، كان يقول يعني عوضا عن أن تكفر من لا يصلي أو أن تلعنه، حاول أن تساعده وتأخذ بيده لتذهب أنت معه أو هو معك سويا لتصلي سويا. يعني عندما أشعر أحيانا يعني لما نتحدث عن الجار ونتحدث أن حديقته سيئة وأشجاره غير مثمرة وبيته متسخ، وننسى أن نقدم نموذج جميل لحديقتنا أو بيتنا. يعني هذا الخطاب صراحة أنا أشعر يعني مهندس مروان وأنت في الشأن الإسلامي منذ فترة طويلة، ما بتلاحظ معي أنه إحنا يعني مثل ما بقولوا أحيانا الخطاب الديني صار ينظر لنصف الكأس الفارغ أكثر من نصف الكأس الممتلئ؟ بالتأكيد أتفق. ماذا نفعل حتى نكون أكثر معك تفاؤلا؟ أنا أتفق كثيرا معك. مشكلتنا في بعدنا عن جوهر الخطاب الإيماني ومراجعة أنفسنا في كل مرحلة من المراحل. ماذا يستفيد يعني التكفيريين الآن عندما يكفر هذا ويكفر هذا؟ يعني هل أنت مسؤوليتك أن تدخل الناس النار؟ أليست مسؤوليتك أن تزيد من عدد الناس الذين سيدخلون معك إلى الجنة؟ أنا بعتقد أنه خطابنا القرآني واضح، لكن مشكلة هؤلاء أنهم يعني أحداث يعني أسنان فعلا ولا يفهمون هذه المنهجية. عندما تقرأ القرآن وهو يخاطب الطرف الآخر وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، سواء لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، مش تجرمون. يعني وصف نفسه وليتلطف كما ذكرنا أيضا. وقولوا للناس حسنا. الأصل أن الخطاب دائما هو خطاب الحب وخطاب اللطف وخطاب الرفق، ويعني السنة النبوية والتعامل اليومي اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامله مع الوفود ومع نصارى نجران واستضافته لهم ويعني فتح المسجد لهم، يعني هذا بحد ذاته رسالة أن هؤلاء هم خوارج عن هذا المنهج، هم أدعياء يعني لهذا الدين. والمنهج الإسلامي هو منهج الحب ومنهج التعاون ومنهج يعني لم يبقى لنا يعني أستاذ والمهندس مروان الفعوري الأمين العام لمنتدى العالم الوسطية إلا أن نشكرك شكرا جزيلا على يعني هذا الحوار المثمر والذي هو يعكس في الحقيقة هذه التجربة الأردنية، تجربة من أهم التجارب الحقيقة في هذا البلد. ليس مستغربا على عمان أن تحتضن هكذا أنشطة وهكذا يعني اتجاهات. الوضع الطبيعي أن تكون في عمان في هذا الوقت. الوضع الطبيعي أن تكون في عمان. أعزائي المشاهدين، دائما سيبقى الأمل في أن نبني، في أن نعمر الأرض، لأن الغاية التي أرادها الله عز وجل من الإنسان هي أن يعمر الأرض، لا أن يخربها، لا أن يفسدها. وحتى الملائكة كما ذكرنا هم كانوا لا يتوقعوا أن يخرب الإنسان، ربما كانوا يخشوا على الإنسان أن يفسد الأرض لأنهم يحبوا له أن يكون مصلحا. إلى أن نلقاكم أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.